مرحب بزاف انني نكون في هذا ليفينمون هذا في الدوره ديالو السادسه هذه. طبعا شاركت في عده دورات معهم طبعا مع وقت تيليكوم. انا جو سوي لومباسادور ديالهم صافي بليزير اني نكون معهم دائما في هذا ليفينمون هذا اللي طبعا كيشجعوا كيدعموا لي جون في مكانو. وكما كتعرفوا دابا لافونيغ سي الويب، دونك اي حاجه واي مبادره اللي كتشجع الشباب انهم يبدعوا ويزيدوا يعطيو في هذا المجال هذا فهي مهمه بزاف. وانا من الناس اللي دائما في لي ريزو سوسيو طبعا، ودائما كنحاول انني نقرب اكثر من اي حاجه عندها علاقه بالويب. فكنشكر كاع الناس اللي ساهموا في انجاح هذا التظاهره هذه وهذا الايفينمون هذا. شكرا للبارتنر كاملين، تحيه لكم. الفطور ديال هذه السنه هو واحد الفطور ديال التواصل وديال تبادل الخبرات، وكذلك لكي نلتقي في العالم الحقيقي، لاننا كنكونوا دائما في الشبكات الاجتماعيه في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما كتحصلش لنا فرصه اننا نتلاقاو في العالم الحقيقي. والفطور وصل للسنه السابعه ديالو، واللي ناقشنا فيها بعض الاراء وكذلك تبادلنا فيها بعض التجارب. تم هذه السنة إطلاق مبادرة الميثاق الرقمي، وهذا الميثاق الرقمي اللي هو ديجيتال أكت عبارة عن كتاب أبيض، هو عبارة عن خلية تفكير، وهو عبارة عن واحد الأرضية اللي غتمكننا أننا نفكروا جميع من أجل المصلحة ديال الشباب ديالنا في المجال الرقمي، المصلحة ديال المقاولين الرقميين ديالنا، وكيفاش يمكننا أن نحولوا واحد الأفكار ونحولوا واحد البوتنسيال للتجارب، وهذه التجارب نحولها إن شاء الله إلى تجارب ناجحة. هي فرصة صراحة اعتدت عليها، وكل سنة كتجمع الأسرة والعائلة ديال الويب في المغرب، وكنتلقاو باش نهضروا على التحديات ديال المجال، نشوفوا بعضياتنا، لأنه ضروري من إعادة التواصل، ضروري من اكتشاف شنو المستجدات عند كل واحد فينا. فالحمد لله اللقاء ديال الأمسية كان ممتاز غني، البرنامج كان غني جدا ومليء بالأنشطة. برافو للمشاركين، برافو للمنظمين، المانحين، لي سبونسور. هذه النسخة السابعة، إذا وصلنا الرقم سبعة بمعنى بأنه من دليل أنه الكونسيبت خد بلاصتو وجد مزيان ودار كما كنقولوا سميتو في الساحة. وغنتسناو ان شاء الله ليديسيون الجايه واللي من وراها. وفي كل مره نداء للكوميونيتي ديال الويب في المغرب نخرجوا بمحتويات افضل.